يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص كان يدخن فترك التدخين وقال يحرم علي الدخان كأمي وأختي، ثم عاد إليه، فما حكم تلك اليمين وما كفارتها؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين، هذا بمعنى اليمين يقصد به الامتناع من التدخين، وقد عاوده ونقض اليمين فيكون عليه كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد صيام 3 أيام. نعم.